بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض بارت جديد من بارت شرح درس، او ده البارت الاخير بمعنى اصح في درس ليسن نمبر 1 في يونت نمبر 2. في البارت ده هنتكلم عن حاجه اسمها ساوند كواليتي. والساوند كواليتي هي عباره عن النوع نفسه او الجوده نفسها. فبنقول ان في حاجه اسمها ساوند كواليتي او تايب. بيقول لي هنا اتس ا بروبرتي باي ويتش human ear distinguish or differentiate between different sound according to the nature of sound. بناء على نوع الايه؟ نوع سوري nature of source. بناء على نوع السورس. فبيفهمني هنا ان في حاجه اسمها fundamental tone. كلمه fundamental tone دي عباره عن tone produced from vibrating fork، بتطلع من الشوكه الرنانه اللي هي الشوكه الايه؟ اللي بترن، بتطلع نفس الصوت كل مره. احنا عارفين الشوكه دي لما بترن ازاي؟ يعني بتعمل نفس الايه؟ نفس الصوت كل مره. يعني انت لو رنيت الشوكه دي كل مره هتطلع نفس الصوت، يعني تيجي في مره تطلع لك صوت مختلف؟ يعني لا طبعا، بتطلع نفس الصوت كل مره. انما في نوع تاني من الالات بيطلع صوت بس مش فاندمنتال بقى، يعني ده اسمه فاندمنتال اللي هو بتاع الايه؟ التونينج فورك. ده سيمبل قوي، اسمه فاندمنتال، كل مره بيطلع لك نفس الصوت. انما وهو في نفس الوقت صوت واحد. انما الفايولن او البيانو بيطلع لك حاجه اسمها كومبلكس، بيطلع لك حاجه معقده شويه بنسميها كومبلكس تون. يبقى even if they are equal pitch and intensity they are complex tone. يبقى انا عندي حاجتين، عندي فاندامنتال وعندي ايه؟ البيانو او الفايولن. طبعا البيانو بيطلع كذا نغمه وكذا صوت، بس كل صوت منهم بيبقوا ايه؟ بيبقى ايكوال بيتش وايكوال انتنسيتي. بس الفكره ان هم كتير، اصوات كتير. هم نفس البيتش ونفس الكواليتي ونفس كل حاجه، بس او سوري نفس الانتنسيتي ونفس البيتش، ولكن بيبقى اسمها كومبلكس، ان يعني كذا صوت ممكن يطلعوا لك. انما الفاندمنتال نوع واحد. بس هو بيشرح لي هنا حته، يبقى انتوا بس فهمتوا الحته دي، ان في فاندمنتال وفي كومبلكس. الفاندمنتال دي الصوت الاساسي، صوت عادي جدا بيطلع كل مره لما تستخدم الاله دي، صوت واحد يعني، هو صوت ما بيختلف، يعني هو نفس الصوت كل مره. انما الكومبلكس اصوات مختلفه. فبيقول لك ان الكومبلكس دي كومبوزد اوف فاندمنتال تونز اسوشيتد باي اذر تونز. لو الكومبلكس دي، طبعا احنا عارفين الكومبلكس تبقى ايكوال انتنسيتي وايكوال ايه؟ وايكوال بيتش. بس لو بقت هاير بيتش ولور انتنسيتي بتديها اسم تاني، بتديها هارمونيك ايه؟ هارمونيك تون. فانا عندي حاجه تانية اسمها هارمونيك تونز. الهارمونيك تونز دي بتبقى عباره عن تونز اوف فاندامنتال تون بات ذي ار هاير بيتش اند لور انتنسيتي. يعني هي عادي خالص، هي كومبلكس عاديه خالص، ولكن بتبقى هاير بيتش ولو ايه؟ ولو انتنسيتي. طيب خلي بالك ان لو فاندامنتال مع هارمونيك ماشي يدينا كومبلكس تون، بيبقى بالشكل ده كده. الجزء المهم في النقطة دي هي فكرة الساوند ويف. الساوند ويفز تلات أنواع، وده حتة لازم نذاكرها كويس ولازم نفهمها كويس. يقول لك إيه؟ الساوند ويفز بتتقسم لحاجة اسمها انفراسونيك وسونيك والتراسونيك. يبقى احنا عندنا تلات حاجات، حاجة اسمها انفرا سونيك وسونيك نفسها والترا سونيك. دي بقى بتيجي في امتحان كتير جدا. يقول لي الانفرا سونيك دي بتبقى صوت الساوند ويفز بتاعته lower than 20 هرتز، تبقى اقل من ايه؟ اقل من 20 هرتز. السونيك بتبقى ساوند ويفز الفريكوانسي بتاعتها من 200 ل 200,000 هرتز. يبقى احنا دلوقتي احنا بندرس الساوند ويفز بناء على الفريكوانسي بتاعتها. في حاجات اقل من 20 بنسميها انفراسونيك، وفي حاجات سونيك بتبقى من 20 لايه؟ ل 20 كي، ل 20,000 يعني. وفي حاجات هاير ذان 200,000. يبقى انا عندي في اقل من 20، وفي اللي من 20 ل 200 سوري في اللي من 20 ل 20,000، وفي اللي مور ذان 20,000، في اللي اكتر من 20,000. يبقى في من 20، وفي من 20 ل 20,000، وفي اكتر من 20,000. يبقى الانفرا ليس ذان 20
السونيك من 20 ل 20K 20K يعني 20,000 ومور ذان 28,000. الانفراسونيك الانسان او دي بتبقى في البلوينج الستورمز في اسمها ايه العواصف. واحنا بنسمع السونيك يعني احنا الصوت اللي بنسمعه انت سامعه دلوقتي السونيك ويف. السونيك ويف دي من 20 ل 20,000 ايه فريكوانسي اللي هي الهرتز يعني بتبقى من 20 ل 20,000 هرتز دي سونيك. يبقى ويف ذات هيومن اير ديستينجويش بتوين them and can be أو can hear them. الألتراسونيك بقى أو اللي هو الجزء اللي هو الألترا ده بيبقى more than 20 وده some animals زي الباتس أو الدوكس والدولفينز can hear ألتراسونيك. يعني ال الدولفين بيقدر يسمع حاجات غير نحنا إحنا ما نقدرش نسمعها. ومهمة جدا إنك تحفظ الحتة دي، مهمة جدا إنك تحفظ الإنفرا والسونيك والألترا، تحفظ بس الفريكوانسي ومن كام لكام. في حياتنا بقى اليومية بيقول لك الالتراسونيك دي ليها استخدامات كتير، اللي هي النوع اللي هو مور ذان 200 او سوري 20,000. تكنولوجيكال ابلكيشن او سام ريل لايف ابلكيشن بيقول لي ان الالتراسونيك ويفز ار يوزد ان سيفرال ميديكال اندستريال اند ميليتري فيلدز ساتش از بيستخدم في بريكنج داون كيدني بيستخدم في الحصوات بتاعت الكلى لما يكون واحد يبقى عنده الحصوة مثلا على الكلى او كده breaking down kidney and ureter stones without any surgical operations ما في بدون اي عمليات. يعني number 2 بيقول لي diagnosis البروستاتا gland لو حد عنده البروستات gland فيها مشكلة او اورام البروستاتا. الديسكفرينج malignant tumor اللي هي الايه الاورام المستعصيه او الحاجات اللي صعبه يعني. يبقى عموما التيومر التيومر دي اللي هي الايه الاورام يعني في بيستخدم في التيومر. يبقى الالتراسونيك دي للايه التيومر والكيدني ماشي. sterilization of food بي دايما برضو بيستخدم في تعقيم الاكل والووتر والملك. والالتراسونيك دي ليها ميزه ان هي has high ability to kill microbes وهنتكلم عن ده كتير في الفترة اللي جاية في المراجعات وكلام من ده. يبقى sterilization of food because الويف دي characterized by high ability to kill some types of bacteria and stop action of some virus. الاخر حاجة land mines اللي هي الاستكشافات بتاعت الارض والمعادن وكلام من ده للالتراسونيك. يبقى الالتراسونيك دي ليها استخدامات كتير نقعد اقراها بس المهم اهم واحده هي بتاعه الايه الاستراليزيشن دي بيكوز ات هاز هاي ابيليتي تو كيل مايكروبس. ده كده ليسن نمبر 2 في سوري ليسن نمبر 1 في يونت نمبر 2. بتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا شفتوا الاكتر من بارت اللي كنا رفعناهم. احنا كنا رفعنا اكتر من بارت. واي حد عنده سؤال يبعت لي على الواتساب على الرقم ده ويكتب لي في الكومنتس. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. مرة تانية كنت معكم مستر احمد الباشا. باي باي.